الإنترنت شبكة تتشكل منها شبكات متعددة بلا حد وعدد، فإذا شئنا أو لم نشأ أصبحت جزءاً من حياتنا اليومية وتشغل من أعمارنا الكثير الكثير. وهذه التكنولوجيا كغيرها سلاح ذو حدين، وبيدنا نحن كيفية الاستفادة من ذلك من حيث تشخيص الغلط والصحيح. في بعض الأحيان والأوقات تكون الفاصلة بين العملين الصحيح والغلط بمقدار الضغط على الزر لتشغيل جهاز ما. في الفضاء الإلكتروني يجب علينا أن نكون مواظبين لأنفسنا ولأهلنا من الاتجاه بالاتجاه الغلط. أنا شيعي، سئل مولاي أمير المؤمنين عليه السلام بما يستعان على غمض البصر، فقال عليه السلام: بالخمود تحت سلطان المطلع على سترك.